عاملين ايه النهارده؟ عملت لكم كيكه الشوكولاته باسهل طريقه بصوص اقتصادي جدا، شكلها بجد تحفه والصوص عليها رهيب، اقتصاديه جدا. يلا نشوف مع بعض هعملها لكم ازاي دلوقتي. بسم الله الرحيم. اول حاجه انا ولعت الفرن وسبته. اول حاجه احط في الخلاط معايا هنا كوبايه لبن، عليها كوبايه زيت، عليها كوبايه سكر، وهضربهم في الخلاط وهرجع. بعد ما ضربتهم دلوقتي في الخلاط احط عليهم معلقتين كاكاو وهضربهم وهرجع. بعد ما ضربتهم في الخلاط بقى معايا صوص شوكولاته اهو، هاخد بس منه شويه احطهم في كوبايه على جنب. دول هركنهم على جنب دلوقتي. بعد كده في نفس الخلاط هنزل بثلاث بيضات، شوية فانيليا، وهضربهم دلوقتي في الخلاط وارجع لكم. دلوقتي بعد ما ضربت البيض هنزل دلوقتي في طبق تاني بكوباية ونص دقيق، عليهم ذرة ملح، وهنزل بكيس بيكنج باودر. صب دلوقتي الخليط على الدقيق والبيكنج باودر، اقلبهم بس. كوبايه ونص دقيق، كيس بيكنج باودر، ذره ملح، هنزل عليهم بالصوص اللي انا عملته واقلبهم. بخلط الدقيق كويس بالصوص اللي انا ضربته في الخلاط. بعد كده هنزل بيهم في البايركس، بنزل بالكيك اهو في البايركس. هدخلها في الفرن واوريلكم لما تطلع. ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن هشة وجميلة، خدت نص ساعة. دلوقتي انا بخرمها عشان انزل عليها بالصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنزل بالصوص على من فوق. شايفين حبايبي؟ بعد ما حطيت عليها الصوص من فوق هسيبها تبرد شويه وبعد كده هقطعها معاكم. بعد ما قطعتها بجد تحفه جدا والريحه رهيبه، الصوص غرقان في الكيكه، جميله جدا. جربوها تدعولي، ان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه من اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.